وعن مبادرات شركاء العملية السياسية وفشل مساعي تشكيل الحكومة في العراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الكاتب والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة. حياكم الله دكتور. كما تلاحظون مبادرات من الإطار التنسيقي ومبادرات أخرى من التيار الصدري دون أي انفراجة في حالة الانسداد الحاصلة في المشهد السياسي العراقي، ولا سيما في مسألة تشكيل الحكومة. ما قيمة تلك المبادرات؟ ما المغزى منها طالما أنها تعقد المسألة ولا تحلها؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم والجمهور المشاهدين الكرام. الحقيقة لا قيمة لها، يعني هي لا تساوي حتى الحبر الذي كتبت به والورق الذي نشر عليها. المبادرات هذه هي أشبه بذرة ماس العيون كما يقال، يعني إحراج البعض وشكل من أشكال الصراع السياسي اللي ممكن يمتد إلى أشكال أخرى. الحقيقة كان يكون هناك يعني صراعات مسلحة، يعني اقتتال بين الكتل خصوصا الشيعية فيما بينها، وخصوصا انه يعني هناك الحقيقه مؤشرات على انه ممكن العنف يعني انتشار السلاح فيما بينها والانفلات الامني والانفلات السلاح بيد الميليشيات يؤدي الى هذا الوضع المأساوي اللي احنا نسميه الحقيقه، اللي يكمل المشهد اللي بدات عمليه الغزو الامريكي الايراني للعراق منذ 19 عام. لا مجال، لان هذه احدى المبادرات ان تجد النور الحقيقه، مجرد هي بشكل من الاشكال مثل ما قلت احراج الطرف الاخر والتسابق نحو كسب بعض الاصوات اذا كان هناك فعلا قناعه بما يسموه بين قوسين يعني المستقلين. لا يوجد مستقلين حقيقه في العمليه هذه برمتها، هناك تجير لطرف على حساب طرف اخر. نعم. والعمليه برمتها يعني الحقيقه تشهد انسداد واضح في المجال في العمل السياسي. نعم. الاطار التنسيقي الذي طرح ما سماها مبادره النقاط التسع، الى اي مدى ترى ان هذه الورقه أو المبادرة وما اشتملت عليه من مقترحات والتزامات هي وجهة نظر إيران لحل الأزمة السياسية المعقدة بالنسبة لها؟ واضح جدا أنه فعلا واضح أنه تأثير الإيراني على هذه الورقة أو المبادرة اللي بالضبط يعني ضمنت مقترحات والتزامات كلها تجمع أنه يعني يراد منها إبقاء البيت الشيعي، ما يسمى البيت الشيعي موحدا، تبقى الاغلبيه لهم، تبقى اختيار رئاسه الوزراء او رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء منهم. وهناك نقطه الحقيقه لفتت انتباهي ومهمه جدا، وهي النقطه السابعه من الالتزامات، هي قطع الطريق امام التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذه عمليه يعني مثل ما يقال كلمه حق يراد بها باطل، احراج الطرف الاخر، وكانه يعني توحي العمليه أنه الطرف الآخر يميل إلى عملية التطبيع. وهذا أنا باستنتاج شخصي أقوله، هو بالفعل هناك تيار مدفوع بأجندة غربية أمريكية من الناتو وطبعا تدعم إسرائيل واضح، والطرف الآخر اللي تدعم إيران يعني الإطار التنسيقي واضح. فهو الصراع الحقيقة، وأنا أؤكد على هذه النقطة، الصراع ليس صراع محلي، ليس صراع عراقي عراقي. نعم. هناك نعم. اجنده اقليميه دوليه على الساحه العراقيه حتى في قضيه تشكيل الحكومه، ناهيك عن كون انه الانتخابات اساسا بجذورها وما سبقها والعمليه السياسيه. لكن كيف يمكن تفسير ذلك دكتور حامد، المعذره للمقاطعه، كيف يمكن تفسير ان هذه الميليشيات اصبحت ادوات لهذا الصراع الاقليمي والدولي الذي تتكلم عنه؟ التفسير هو انه الصراع اللي موجود الان الحقيقه، خصوصا بعد انسداد يعني التفاوض في فيينا مع الملف النووي والصواريخ البالستية وتحجيم دور إيران، وموقف الآن وضع أمريكا في أزمة أوكرانيا، الحقيقة هذا يعني خلى إيران وأتباعها من الميليشيات يعني تسترخي في فرض شروط على الطرف الآخر. والميليشيات الآن مثل ما نشوف احنا يعني هي اللي متنفذه، هي اللي الان تتحكم بمفاصل كثيره، رغم انه وجود التيار الصدري وما يسموه
يعني تحالف انقاذ وطن او غيره، انه هو يشكل الاغلبيه، يعني اغلبيه الثلثين، والثلث المعطل بيد الاطار التنسيقي. لكن التهديد واضح، لان هناك ايضا لا ننسى هناك دوله عميقه. نعم، هناك دوله عميقه. طيب دكتور، في المقابل الصدر طرح مبادره دعا فيها النواب المستقلين الى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومه بعيدا عن الاطار التنسيقي، والاطار قال بان هذا يعقد المساله وبانه يزيد من المشكله. كيف يمكن يعني قراءه هذه المبادرات التي تسير في خطوط متوازيه على ما يبدو؟ ما هو هذا اللي قلناه من البداية، أنه الإطار الآن لما طرح المبادرة حتى يرد بمبادرة أخرى، التيار الصدري طرح هذه المبادرة فيستميل بها ما يسمون أنفسهم المستقلين، يعني أكثر من 40 مقعد الآن، وتعالوا قدموا مقترح أنه يكون رئاسة الوزراء بيديكم. طبعا هذه عملية يعني أشبه بنكتة سمجة، يعني مضحك مبكي في العملية كلها، لأنه حتى ولو قدموا مرشح لرئاسة الوزراء ماذا ينفع إذا هي كانت الوزارة وكل مفاصل ما يسمى الدولة العراقية بيد الميليشيات وبيد يعني التحكم على بعد، يعني مثل ما قلت انا، يعني هناك قرارات واجندات يعني اقليميه ودوليه هي اللي تتحكم، اما رئاسه الوزراء فليست لها قيمه، مثل ما نشوف الان يعني رئاسه الوزراء بيد مصطفى الكاظمي، يعني جابتها ايضا جاء من رحم الطبقه السياسيه الفاسده هي اللي وافقت عليها، لذلك لا قيمه لمنصب رئاسه الوزراء اذا كان هناك يعني مفاصل بالدوله تمسكها الميليشيات، وخصوصا الميليشيات الولائيه والقرارات الاقليميه والدوليه. هذا الحقيقه نعم. هو مبعث الشك في مجمل العمليه السياسيه البائسه التي يمر بها العراق للاسف الشديد. الدكتور حامد الصراف الاكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.